ويا هلا والله حياكم الله في قناة الرجل الضخم. اليوم معايا حنكو البريطاني اجلد يا جلال. اليوم التحدي يا حنكو الجزء الثاني من حفل الوان. تعال والله اليوم في متعة اخوي. يا شيخ فكنا من العقبات والمدريش ما في عقبات ان شاء الله حيكون تحدي خفيف لطيف ان شاء الله. ما باكل خس اليوم تكفى. وقبل ما اسوي القرعة يا حنكو اختار مطعم حبيبي ابغى برجر هرديز دجاج تكفى يا رجل الضخم زبطنا هرديز حدد اول مطعم هرديز وراح نسوي القرعة ونشوف ايش يطلع لنا. وبعد ما اختار حنكو المطعم سوينا القرعة غمض عيونك اختار وانا راح اختار هذا اللون ونفتح والله نستقبل لا 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 نعيد القرعة والله ما تنعاد هذا بعد وربي ما تنعاد ويلا نلبس التيشيرت ونروح على هرديز ويلا نلبس واو اجلد والله اجلد حركة هذه الحركة البريطانية اللي ما شاف الجزء الاول يروح يشوف الجزء الاول ويرجع يكمل اجلد يا جلاد ويلا على هرديز. وصلنا هرديز جاهز بريطاني؟ لا ولا بخش والله ازرق ايش تتوقع راح يجيك سريع؟ بيبسي لونه ازرق بس ان شاء الله متابعين قبل ما نخش يا رب يكون في حل لون ازرق ما حد راح تحصل تفضل السلام عليكم يوتيوب اول بيبول سبسكرايبر لايك شير ايش لذة جلاد شكرا هرديز. عندنا تحدي لازم كل واحد ياكل حسب لون التيشيرت. انا اصفر جيبوا برجر اصفر هذا ازرق جيبوا بيبسي اللي نزلك بس ايش؟ بيبسي لا 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 اديني برجر واجيب الجبنة ممكن جبنة صايرة لا 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 البرجر لونه اصفر تبغى مشاكل؟ لونه اصفر كيف لا؟ البرجر لونه ابيض ايوه خبز ابيض الجبنة اصفر لا 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 انت بس جبنة كيف بس جبنة؟ بريطاني بطاطس جبنة بس لا لا بس جبنة لا بطاطس جبنة بطاطس جبنة خلاص بطاطس جبنة موافق عادي انا راضي عادي اديني بطاطس وجبنة وهذا اديله بيبسي وذ ايس اسمه نظرك كمان ها بريطاني كسروه بيبسي بس اول ورب الكعبه بيبسي بس الازرق وخلاص دايت ورب لا بيبسي الازرق دايت يا اخي دايت خليني اخذ دايت ورب البيبسي الازرق بس الله هاي ايوه لا سوي هذا اللي صار انت عيب لا انت اوكي يلا بس لا انا ابغى بيبسي لا قفل الغطا اعطيني البطاطس ونروح السيارة يا خاين لك يوم وانا اطلع لي اصفر حاكل بطاطس بالجبنة وانا اطلع لي ازرق بريطاني خلينا اوريهم استنى استنى انت الحين بيبسي خلك بعيد حبك يزيد لو سمح قلبك يطيب انت تستطيع يا بلا وخر على النار اوووو البطاطا بالجبنة ركز لي الله بزلت حبك الله بريطاني انا محبيت انا حبك طيب انا حبك انا ما حبك ربي بطاطس حرارة رب الكعب الريحة بخشهم استنى بريطاني بالله سنة بالله حسن تاخد شوية هلبينو بس هذا مو اصفر تاخد شوية بطاطس كده بالجبنة هذا مو اصفر هلبينو ربي الا اصفر صح؟ الا اصفر وش سوي سنة تد اخويك اخوي اكل اللقمة دي اللقمة الثانية عشان نفسي فيه مرة اوكي الله 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 يلا ندعي طبعا لازم تدي اخويك اللي جنبك لانه يعني ما له داعي يعني يقعد من جد ما له داعي يقعد يتفرج عليك وانت تاكل اشرب بيبسي طب شغل موريهم وبس يلا اشرب بيبسي اشرب هنا اطلع لكم بيبسي يا حبيب اسمه السرسح بس اشرب يا حبيبي انا طالع من جد اصلا بيبسي طعمه كويس ما ودك تحلم على البطاطس شيء كذا ها طعم يا اخوي وراح نظبطك يا اخوي وهذا الهلبينو يا حبيبي فك فمك ايش بك اظبطك يا اخوي انت الحين تبى من اول بقول لك ايه تعال والله خلاص يلا خلاص الجو ثاني ما في بطاطس خلاص انت يا اخي نلتزم حسب القوانين يا اخي تعال اترك تشرب بيبسي اسمع انا ما بالحركات دي والله انت عارف ماسك رجل ضخم كذا لا 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 فاصل ونرجع لكم 2 hours later. Round 2. يلا يا حنكو. إيش تبغى الجولة الثانية؟ فين تبي تروح؟ والله أنا أبغى أي شيء صراحة. أهدا وقول أنا أهدي. الحين أنا اللي أختار. ما دتني ليش؟ تعال لي بيبسي دين ومطالع. ما لا. الحين أنا أقول لك يا حبيبي نبغى نروح كشري التحرير. إيش كشري ده؟ يا ولد ما تعرف كشري؟ يا ولد إيش؟ أوه
وانت من بريطانيا ما تعرفش على الكشري. شيء يحبه قلب. شكلك انت اليوم حتاخذ شكله انت حتاخذ ازرق وعارف ان المحل ده فيه شيء ازرق عشان كذا رايح. لا لا والله بالحق وحسب ما يطلع لك يا خوي راح تاكل. يلا خلينا نسوي القرعه غير تيشيرتاتنا روح الكشري. جيب ايش ايش انت اللي قلبت خمر. انا لا قال لي بعده وقدك بوكس دهين كفي. هذا مزح ولا جد؟ جد جد انا احب الجد. الجد جوي 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 جوي. لا 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 القرعه بس اهدا اهدا تقول لنا هدي قلب تعال يا بريطان. اه ليه ما تغمض عيونك يا الغشاش؟ غمض غمض. اوكي فتح عيونك اختار. وانا استنى اصبر 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 غمض عيونك. ما يباله ما يباله. ايه مقفل الكرتره مقفل الكرتره مقفل. يلا واحد اثنين ثلاثه. لا لا جوي 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 مره مو جوي. ها جوي جوي جوي. واحد اثنين ثلاثه. يا جلاد حتى حسيت المعضل دحين. يلا على كشري بس. ويلا على كشري التحرير. وصلنا كشري التحرير. جاهز بريطاني؟ لا ما عندي. يلا تعال تعال تعال. السلام عليكم. السلام يا ريس. عندنا تحدي الالوان كل واحد ياكل حسب لون تيشيرته. فالحلو هذا ايش حتدي؟ اصفر. عندك شيء كويس بالله ظبط عينك. مكرونه وحمص. اه ظبطك وربي. يووي. طيب وانا وانا ايش حتعطيني انا؟ ايش العدس يا اخي؟ تمزح يا اخي. ايه تاكل عدس يا اخي. سالك اديني شيء. لا تبع تروح المستهبل يا بريطاني. بريطاني مو عدس بالله. بريطاني مو كبل. مو كبل. قول له خلينا الكلام بيني وبينك في السياره قدام الناس. انا بس عدس حاكل جدا قدام الناس ورب الكعبه تمزح. شد وجهك بس. اعطينا توكل على الله. اعطينا تضحك انت. والله فرحان سعيد جدا سعيد. هذا الطالب المعلم. الله سلم بريطاني. هذا حقي. شكرا يا شيخ. كلابي على السياره يا صاحبي. شكرا ريس. انا اطلع لي اصفر وحاكل مكرونه مع حمص. جوي الكشري. اعطيني يا اخوي. شوف كم ملعقه حط. شوف كم ملعقه. اكيد ظبطت. ثلاثه ملاعق. ثلاثه. واحده لليد اليمين واحده لليد اليسار واحده لاصبع اليسار واحده لفمك. اي انا اطلع لي اخضر وطلع لي عدس. استغرب. ايش هذا العدس؟ هذا عدس. عدس تستاهل. ليه؟ ورب الكعبه انك تستاهل. ليه؟ بس انا اشوف 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 اشوف. ما حاكل من والله ما حاكل. طيب ايش تبي اقول؟ بس ابغى اشوف اشوف. اعطيني حقي والله حقي. شوف فين العدس بالله. فين الاخضر في الموضوع؟ انا اخضر يا شيخ اخضر. ما انت شايف انت شوفه ركز. شكله طالع زي شنبك. والله زي شنبك. فخر سيب. لقمه يا خوي. انا اول شيء انا حاسس انه ما حيعجبك. بس انا اشوف اشوف. لا انت والله والله ما تاخذ ولا حبه. امشي حسب القوانين. قلت لك اصفر اطلع لك اصفر اخضر اطلع لي اخضر. انا اخذ لك حمص مع شويه مكرونه يا حبيبي كذا. اوه تستمتع. لقمه بس حط لي يا اخي. ايش اللي اكل عدس لحاله يا اخي؟ رب الكعبه يفوز. هذا العدس يا اخوان طلع لون اخضر. يعني هو اخضر اخضر غامق شوي يعني. مشوا لي يا اخوان يعني. كيف البريطاني يشغلني. انا مشي لك يا ترى. رب رب. تعلم المحل اللي بعده. لا لا نبي ايس كريم مع الحرب كذا. نبي شيء والله. اختار محل ايس كريم بسرعه. باسكن روبنز. جوي جوي جوي. وعلى باسكن قرعه. اي والله القرعه يا حبيبي. نسوي القرعه ونرجع لكم. ويلا نسوي القرعه. غمض عيونك. انا يقلب بلد استهبال يا رجل الضخم. يلا خشمك يا ولد. ورب الكعبه. انا حلفت حلف. هديني هديك كيف ورب خشمك. استهبل علي. غمض عيونك سريع. غمض عيونك. اسمع ما تسمع انت. غمض. فتح عيونك. اختار واختار اللي معاك. اوكي اختار اختار اللي تبغاه. اللي تبغاه. اه لا تقول والله غشاش. صراحه انت اختار. انا ما اوكي 1 2 3 يا رب يا رب. اوكي يلا 1 2 3. لا ايش بك زعلان يا باسكن. عندنا كل الالوان. حاكل نعناع اليوم. حاكل نعناع ولا ليمون؟ بدجان الليمون انفر. اسمع ما اهم شيء لونه اخضر زبد. اوكي اهم شيء لونه اخضر ولا لونه اسود. 1 2 3. يا ولد هذه الحركة مجنونة. الحركة الماجيكية. تحدى واحد يسويها. تحدى أي أحد يسويها. حيسموها بريطانية ماجيكية أمريكية. اجلد يا جلاد. ويلا على باسكن. ووصلنا باسكن. يا نبيه. اجلد يا جلاد. أخضر يا عمي أخضر. أشياء كويسة أشياء حلوة. أخضر يا عمي تاكل نعناع. عادي 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 عادي. السلام عليكم. السلام. عندنا تجربة اجتماعية ولازم كل واحد ياكل حسب لونه التيشيرت حقه. طيب هو الحين تجيب له اخضر وانا اجيب لي ازرق. اوكي يلا يا قم. عندك الاخضر. عندي نعناع. نعناع؟ لا 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 لا. ايش في غير النعناع؟ ليمون غير الليمون.
تغش. اسمع اسمع ادري تخير تدلعه فوستك ورب الكعبه الفوستك كيف فوستك رب الكعبه ورينا ورينا خلينا نشوف ها الحمد لله تعال تعال ايش في فوستك جوي شوف فوستك شوف شوف اشوف ايه ورب الكعبه في له قطع سوداء لا ما في ادينا لون اخضر غير ذا لا 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 مشيت لك ايه ورب الكعبه مشيت اسمع اسمع يا حنكو انت مشيت اول بكيف انا الحين ما مشيها تمشي حسب القوانين خلاص جيب ليمون ليمون جيب ليمون يا حبيبي جيب ليمون اوكي يعطيك العافيه اعطيني هون ايش حتحط لي ازرق هذا هذا ازرق غامق اسمع لا حط لي اللون الثاني اللي جنبه هات لا 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 ورب الكعبه ما تحطه ورب الكعبه خلاص حط لي الازرق حط لي جيب الليمون يا حبيبي جوي على جوي على السياره يا حبيبي وانا طلع لي ازرق راح اكل ايس كريم ازرق وانا طلع لي اخضر راح اكل ايس كريم ليمون لونه اخضر جوي اول خطوه فك الراس ثاني خطوه تجيب الملعقه شوف متابعين يجيكم يجيكم شكل زي كذا ليمون يحب قلبك رب الكعبه يفوز احس نبغى عصير كذا يسرسح يا اخي كذا تفهمني يا اخي نبغى شيء كذا يا اخي سرسح يا اخي شاورما صوت الله والله يلا يا حبيبي على شاورما صوت يلا هو شيل قرعه ايش اللي هذا القرعه يا حبيبي خلي انا قال قلب خليك محترم ما عليك يا قفل عينك الضخم وتقلب يا حبيبي وتقلب عشان يورو نو غاز يا بريطانيا يلا عينك اوكي واختار يا حبيبي اختار لك ايش رايك اختار لك يلا اوكي هذه اللونين اوكي طلع اللون الثالث افتح امسك يلا نفتح شقوا يلا خلي جوا واحد اثنين خلي اللي جوا برا جوا واحد اثنين ثلاثة لا 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 كيف كذا نفس الألوان رب الكعبة معك حظ زي وجهك مين خلاني خليك تختار اقسم بالله حظك زي وجهك من جد مو منك لسانك ايش دخل لسانك يا صار لون ازرق وصار لون لساني اخضر يلا على شاورما صوص اوه يا حينكو وصلنا شاورما صوص جو يا حبيبي جوي يلا يا حبيبي يا كل يا مكم من السعاده يا هذا الكم من الجمال من السعاده السلام عليكم وعليكم السلام تفضل عسل الله يسعدك يا شيخ عندنا تحدي الالوان لازم كل واحد ياخذ حسب لون بلوزه على حسب اللون اي بس المره هذه عصيره على حسب لون التيشيرت بالله المتسلسل يا معلم عندك ليمون نعناع يا جلود طيب جو انا سامعك ايش نعطيك بيبسي انت معك وناس انت؟ ايه دير بيبسي ما عنده الا بيبسي انت لابس ازرق ليش تلبس ازرق؟ بلاش يفلى زايد ها؟ زوبات الدير بيبسي ما في منا الا بيبسي تبغى ولا تخسر؟ ايوه ايش نسوي؟ تفضل يعطيك العافيه يا حبيبي مبسوط انت ها؟ شكرا مبسوط ها؟ طلب حق انا؟ تفضل البيبسي حقك السيارة بلاش بلا ها يجيك بيبسي وانا يجيني ليمون نعناع من شاورما صوص يمزمز يمزمز ما يسر السحيوات كله مع بعض رب الكعبه يفوز فخر اخر بس بيبسي وبس بلاش الحظ هذا يا اخوان ايش الحظ هذا طلع لي ازرق مبسوط انت ها سعيد جدا روح كمل استاذ ها بريطاني مو وقت الالوان اشرب عصير كشرب اشرب بيبسي كله غازيات اشرب اخر اخر بالله اسمع ابغاك تسكت تقديرا عشان احتراما للعصير اوكي اول شيء يا جماعه الخير يجيك عصير زي كذا تشم الريحه من محلات وربي في المخ اعطيني جغمه في المخ اعطيني جغمه بالكعبه في المخ خويه كان اوه ما اتذكر يا شيخ شفت انت لما تطي ارجع لك ايوه وانت اديت البطاطس من انت اديت بطاطس من هارديس الجوله الاولى خلاص رديت على سؤالك ووب كذا كان نهاية حلقتنا لا تنسوا تعطونا على لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان ابغى اشوفه في فيسبوك ابغى اشوفه في التويتر ابغى اشوفه في كل مكان السوشيال ميديا كل مكان كل مكان ابغى اشوفه في جرادة في الجريدة جريدة كم لايك يا بريطاني تبغى؟ تبغى حوالي انت كم حقك العادي؟ الجزء الاول وصل 80,000 لايك يعني ليش تسال؟ تعرف انه 100,000 لايك اجلد يا جلاد اجلد مالك هذا مزمن روح سلام